ما الذي يعنيه كل ذلك بالنسبة لسلسلة جيمس بوند؟ للإجابة معي في الاستوديو زميلي حسام عاصي، معد ومقدم برنامج سينماتيك هنا على بي بي سي عربي. حسام، مرحبا بك. أهلا يوم في طبعا. هوليوود، يوم في لندن، لا أدري أين في ستكون بهدلة لاحقا. يعني. دعني أسألك عن ما قالته بروكلي في البداية عن قضية جين بوند كما أطلق عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. البعض يطالب بأن تكون هناك امرأة تجسد دور العميل 007، عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند. حول الاسم من جيمس بوند إلى جين بوند بطريقة مضحكة هزلية، لكنها وضعت النقاط على الحروف، أليس كذلك؟ صحيح، ولكن شخصية جيمس بوند صعب أن تكون امرأة، لأن الكاتب الذي كتب هو كان رجلا، وهي مستلهمة من تجربته كعميل في الـ MI6 كما تعلم. فكيف يمكن أن تحول الشخص إلى امرأة؟ يعني تجارب من منظوره كرجل. ولكن ما فعلوا في هذا الجزء الأخير أنهم أدخلوا شخصيات نسائية قوية، مثل عميلة السي اي اي كانت امرأة. فيعني في تغيير، ولكن التغيير ليس بتغيير الشخصية الرئيسية. يعني شخصيات النساء تغيرت كثيرا في الفترة الأخيرة، في الأجزاء الأخيرة إذا لاحظت، هي بالضبط. أقوى، وليست فقط شخصية السيدة المثيرة والتي فقط مساعدة له لخدمة جيمس بوند. بالضبط بالضبط. وكانت عادة شوفانية، يعني انه كلها كان من منظور رجولي وحسب. أما الآن فالنساء هي شريكة لجيمس بوند بالضبط، ومنقذة له أحيانا، كما ومنقذة رأينا أحيانا، هي في أحد شخصيات قوية. الأفلام. بالضبط. هذا النقاش لم يكن يوجد أساسا، لم تكن هناك شخصيات نسوية قوية. حسام، صححني إن كنت مخطئا، في كتب إيان فليمنج كانت، نذكر بوسي جالور، نذكر حتى أسماء جنسية يعني. بالضبط، أسماء فيها إيحاءات جنسية. وأيضا كل ما كانت تفعله هذه النساء هي أن تغري جيمس بوند، إلى أن وصلنا إلى هذا المنعطف بعد حراك مي تو في هوليوود وكل الفضائح التي أثيرت. بالتالي فرق شاسع بين ما كتبه إيان فليمنج وما نراه الآن على الشاشة، أليس كذلك؟ صحيح. والغريب هو حتى النساء التي كانت تسمى نساء بوند، حتى الاعتبار كان يعني في زمننا الآن عندما ننظر إلى هذه الأسماء هي شيئا ما مهينة ومذلة للنساء، ولكن كانت الممثلات تفتخر بتلك الأدوار، لأنه في ذاك وصلنا إلى الشهرة ربما عبر هذه الأدوار. صحيح. لأنه في ذاك الزمن أنه تكون يعني المرأة المقبول أنها تكون في تلك المواقع، أما الآن هذا جريمة إذا قدمت هذا النوع من الأدوار. إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة، 6 ممثلين لعبوا دور جيمس بوند، دعنا نستعرضهم: روجر مور، تيموثي دولتون، دانيال كريغ، شون كونري، جورج ليزنبي، ومن هو السادس؟ برانسون. بيرس برانسون. الفيلم الأخير الآن لجيمس كريغ، نو تايم تو داي، من دانيال كريغ، من سيكون في هذه الصورة لاحقا؟ من هي الشخصية السابعة التي ستلعب الدور؟ لأن هناك تكهنات، ولكن لا أحد يعرف، لأنه حتى دانيال كريغ كان مفاجأة. لأنه بقي في هذه لا كان مفاجأة حتى اختياره لأداء ذلك الدور، لأنه يعني لا يلائم. انظر هنا، يختلف عن الآخرين، وليس لا يملك نفس الوسامة، وسامة الآخرين. هو أشقر، وأزرق العينين، ويبدو رجلا عاديا يعني. فلم يتوقع أن يختاروه، ولكن اختاروه عمدا، لأنه يبدو كرجلا عاديا، لأن العالم تغير. أرادوا أن يقتربوا من الواقع، أرادوا شخص واقعي وليس شخص خيالي. يعني على عندما تنظر إلى إذا التقيت بعملاء الـ MI6، هم ليسوا نجوم سينما، بالفعل هذا أشخاص عاديين يعني، ربما تجميل الصورة. تجميل دقيقة. نتحدث عن No Time to Die، عن دانيال وعن رامي مالك، التقيت بهما، ليس كذلك؟ صحيح. ما الذي قاله رامي مالك؟ هذا ما يعنيني تحديدا. رامي رفض من البداية أن يلعب دور أو يجسد دور شرير إرهابي، لأنه عنده عقدة الواقع أنه كممثل عربي كان دائما
يجد نفسه يصنف بدور الإرهابي بالضبط. ولكن حتى المخرج كاري فوكوناغا هو أنا أعرفه صديقي يعني، وهو ملم بقضايا الشرق الأوسط ويحب الشرق الأوسط، ويعني حتى ملم بتاريخ الشرق الأوسط. وأنا أذكر مرة اتصل بي وقال لي أريد أن أصنع فيلما عن الرسول محمد. يعني يهتم كثيرا في هذا الموضوع، وهو شخص واعي يعني. لا أعتقد أنه أراد هذا، كان بحاجة لهذا التحذير من رامي، مع أنه رامي طبعا أراد أن يحذر. أعد الأيام حتى يخرج هذا الفيلم أنه تايم تو داي في نيسان أبريل المقبل. زميلي حسام عاصم عضو ومقدم فقرة سينماتيك، شكرا جزيلا لك. الفقرة تبث في العالم هذا المساء كل يوم أحد، أليس كذلك؟ هذا وتعاد لاحقا. على كل حال أسعد جدا بلقائك هنا في الاستوديو، وشكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هكذا نصل إلى نهاية نسخة اليوم من عالم ظهير. البرنامج يعود غدا في الواحدة بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.